الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. خفضت منظمة أوبيك بلاس إنتاجها من النفط الخام إلى أدنى مستوى في عامين تقريبا في شهر تموز، فيما كان العراق دون الحصة المطلوبة. وأدى الخفض السعودي الأخير للنفط وكذلك الاضطرابات في كازاخستان ونيجيريا إلى خفض إنتاج أوبيك بلاس بنحو 1 مليون برميل يوميا على أساس شهري. وبحسب البيانات المعلنة، فإن دول الأوبيك 13 ضخوا أكثر من 27 مليون برميل في اليوم، فيما أضافت روسيا وثمانية حلفاء آخرين أكثر من 13 مليون برميل يوميا بإجمالي 40 مليون و400 ألف برميل يوميا. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 55 مليون برميل خلال 5 أشهر من عام 2023. وأظهر جدول الإدارة أن صادرات العراق من النفط الخام ومنتجاته لأمريكا منذ شهر كانون الثاني وحتى أيار الماضي بلغت 55 مليون و407 ألف برميل، مرتفعا بنسبة 30.5% عن نفس الفترة من عام 2022، حيث بلغت الصادرات النفطية لأمريكا حينها 38 مليون و424 ألف برميل. ويصدر العراق نحو 10% من صادرات النفطية لأمريكا، ويعد العراق ضمن أهم 10 دول مصدرة للنفط لأمريكا. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق ضبط حاويتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر في محافظة البصرة. وبينت الهيئة أن الحاويتين اللتين تم ضبطهما تحتويان على مواد احتياطية للسيارات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، مضيفة أن السلطات المعنية ستتخذ الإجراءات المناسبة. شهدت الليرة السورية انهيارا جديدا بعدما وصل سعر صرف الدولار لنحو 13200 ليرة للدولار الواحد، وتخطى سعر صرف اليورو 14500 ليرة بالسوق السوداء. وقالت مصادر صحفية إن الطلب على الدولار من شرائح التجار وطالبي الهجرة ازداد خلال الأيام الأخيرة وسط شح كبير بالسوق الهامشية، وذلك بسبب الحاجة لتمويل المستوردات وتحديد دفع تكاليف الهجرة بالدولار من قبل سماسرة ومكاتب هجرة. وأضافت المصادر أن الطلب على الدولار ازداد أيضا بسبب الأتوات التي تفرضها الأفرع الأمنية لتبديل أحكام محاكم الإرهاب بتوجيه من المكتب الاقتصادي الذي تديره زوجة رئيس النظام أسماء الأسد. حذر المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن من آثار اقتصادية كارثية لاندلاع الحرب المحتملة في النيجر، خاصة أن العديد من الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا تعتمد على المعادن التي يصدرها البلد الإفريقي وعلى رأسها اليورانيوم. وقال تقرير للمركز إن اليورانيوم يمثل ما يعادل 5% من صادرات اليورانيوم العالمي، وتعتبر النيجر ثاني أكبر مصدر لدول الاتحاد الأوروبي بعد كازاخستان. وأضاف أنه من شأن أي صراع مسلح في النيجر أن يتسبب بتوقف أو انقطاع صادرات يورانيوم من النيجر، بحسب المركز الذي استبعد في الوقت ذاته أن يؤدي انقطاع صادرات النيجر من اليورانيوم إلى ارتفاع أسعاره على المدى القصير، لأن معظم الدول التي تعتمد في صناعاتها النووية عليه وفي مقدمتها فرنسا لديها مخزون يكفيها لأشهر. وقبل الختام، تذكير بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
ختام الموجز بأمان الله.